أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية. تابعونا بعد الفاصل. نبدأ حلقتنا بمقال نشره الكاتب مع الفياض في صحيفة رودعو بعنوان مقاومة أم مقاولة. في هذا المقال يتناول فياض موضوع المقاومة في العراق، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين المقاومة الحقيقية للمحتل وبين تنفيذ أجندات خارجية تحت غطاء المقاومة. يشير الكاتب إلى أن بعض الميليشيات العراقية تنفذ عمليات ضد القوات الأمريكية بأوامر من الحرس الثوري الإيراني، وليس خدمة للعراق بل لتحقيق مصالح خاصة، مما يجعل هذه العمليات أقرب إلى مقاولات مدفوعة الثمن. المقال يعالج بعمق كيف أن بعض الفصائل المسلحة قد اتخذت من شعار المقاومة غطاء لتنفيذ عمليات تخدم مصالح خارجية بدلا من الدفاع عن مصالح العراق وأمنه واستقراره. يثير فياض أسئلة جوهرية حول ما إذا كانت هذه الفصائل حقا تقاتل من أجل العراق، أم أنها تنفذ أجندات أخرى في مقابل مصالح مادية. نتابع. في حديث عابر لي مع ضابط أمريكي سابق التقيته في لندن، قال: كانت المقاومة العراقية ضدنا مثل الجحيم الذي كبدنا الكثير من القتلى، وحتى اليوم لم تكشف القوات الأمريكية عن عدد خسائرها البشرية في العراق، وما زالت هوليوود تنتج العديد من الأفلام السينمائية التي تتخذ من الحرب في العراق موضوعاً لها، وتعكس الآثار السلبية والنفسية الصعبة على الجنود الذين خدموا في العراق أو على عوائل الضحايا. الآن هناك الميليشيات المسلحة تهاجم القوات الأمريكية بأوامر من الحرس الثوري الإيراني لتصفية حسابات إيرانية أمريكية من جهة، ولأن إيران تريد العراق ساحة خالية وآمنة لها من جهة ثانية، لهذا يوجهون أجهزتهم داخل العراق لتنفيذ عمليات هجومية ضد القواعد الأمريكية عين الأسد، وهم مثلا لا ينفذون هذه العمليات خدمة للعراق أو من أجل عين العراقيين، وإنما لتنفيذ أوامر إيرانية مقابل مصالح، فوجودهم مرهون برضا طهران عليهم وامتيازاتهم محفوظة طالما رضي عنهم الحرس الثوري، وحالهم تشبه غالبية الميليشيات في الدول الأخرى، أي أنهم يقبضون ثمن هذه العمليات التي يعلقون عليها لافتة المقاومة، بينما هي في الواقع مقاولات مدفوعة الثمن ولا تخدم العراق ولا أمنه ولا استقراره ولا شعبه. وفي مقال آخر من صحيفة كتابات، تفتح الكاتبة ولاء سعيد السمرائي ملفا ساخنا يتناول المحاولات المتكررة لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الصادر عام 59 و900 وألف تحت عنوان تزوير ومقايضات لفرض تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي. تسلط السمرائي الضوء على التحديات والضغوط التي تواجه هذا القانون، مستعرضة موجات الغضب والاحتجاجات التي اجتاحت الشارع العراقي لا سيما بين النساء ضد التعديلات المقترحة. السمرائي تطرح تساؤلات حول دوافع هذه التعديلات، مشيرة إلى أن بعضها يخدم مصالح فئة محدودة على حساب حقوق النساء والأطفال، وتنتقد بشدة التزوير والمقايضات التي لجأ إليها بعض النواب لتمرير هذه التعديلات في البرلمان. المقال يعكس نبض الشارع العراقي ورفضه لمحاولات إرجاع البلاد إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق المرأة والأحوال الشخصية. نتابع. إن التحشيد والرفض المجتمعي والشعبي لتعديل قانون الأحوال الشخصية هو رفض جديد لحكومة المنطقة الخضراء ولأحزابها، ورفض للعقلية الطائفية التي تكرسها منذ 20 عاماً، وما خروج أطياف مختلفة من أبناء الشعب العراقي من المرأة الريفية البسيطة إلى الطبيبة والمحامية والمهندسة وربة البيت والآلاف من الشباب والرجال إلا إجماع وطني على نبذ هذه الحكومة بكامل مكوناتها واقتراع من أجل حكومة وطنية ومدنية تنقذ العراق من براثن فئة فاسدة لتسير به إلى البناء وإعادة ما جرى تخريبه وتدميره
وتجريفه ماديا ومعنويا. هذا التحشيد الوطني العفوي هو رسالة جديدة بعد رسالة ثوار تشرين لعزل الحكومة الطائفية التي، وبدلا من العمل على حل المشاكل المتراكمة التي ينتظر الشعب العراقي حلها منذ 20 عاما، تتقدم بمشروع لا إنساني يفاقم مشاكل العراقيين ويؤلب بعضهم على بعض وينفث من جديد في الطائفية التي غرسها الاحتلال الأمريكي الإيراني في دستوره وقوانينه بهدف اجتثاث العراق شعبا وحضارة. ننتقل الآن إلى قضية اجتماعية معقدة تشغل بال الكثير من العراقيين والتي تناولتها صحيفة المدى في مقال بعنوان الزواج خارج المحاكم في العراق، ضياع الحقوق وتفاقم الأزمات القانونية والاجتماعية. يناقش المقال تأثير هذه الظاهرة على النساء والأطفال في العراق، حيث يؤدي الزواج خارج إطار المحاكم إلى ضياع حقوق النساء وترك الأطفال من غير هوية قانونية، مما يحرمهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. المقال يشير إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية تدفع الكثير إلى تجاهل تسجيل عقود زواجهم في المحاكم، مما يفاقم من تعقيد الوضع القانوني والاجتماعي لهذه الأسر. نتابع. تعيش العديد من النساء في العراق معاناة كبيرة بسبب الزواج خارج إطار المحاكم، حيث يؤدي هذا النوع من الزيجات إلى ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن، ويترك جيلاً من الأطفال بلا هوية قانونية، مما يحرمهم من حقوق أساسية مثل الحصول على هوية رسمية أو الالتحاق بالمدارس. وعلى الرغم من أن القانون العراقي يمنع الزواج خارج المحاكم، إلا أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والقانوني للعديد من الأسر. النساء اللواتي يتزوجن خارج المحكمة يواجهن أيضا صعوبة في المطالبة بحقوقهن مثل المهر والنفقة الزوجية والميراث، وهناك العديد من الحوادث التي أدت إلى ضياع حقوق المرأة والطفل تحدث نتيجة للزواج خارج المحكمة، مثل وفاة الزوج قبل تصديق عقد المحكمة أو هجر الزوج أو الطلاق. كما أن الظروف الاقتصادية والسياسية تجعل العديد من المتزوجين الجدد يتقاعسون عن تسجيل عقود زواجهم في المحاكم، مما يترك الزوجة والأطفال في وضع قانوني ضعيف. يجب على جميع المتزوجين الجدد التوجه إلى المحاكم وتسجيل عقود زواجهم لتجنب المشاكل التي قد تواجههم وتواجه أطفالهم في المستقبل. وأكد أن المجتمع العراقي بات يختلف عن المجتمعات السابقة، حيث أصبحت الأوراق الثبوتية ضرورة حتمية في الحياة اليومية، سواء في السفر أو السكن أو التوظيف أو الرعاية الصحية. وفي موضوع دولي، ننتقل إلى مقال للكاتب سنان أنطون نشر في صحيفة القدس العربي بعنوان استقالة نعمة شفيق، الجامعات الأمريكية والاستثمار في الإبادة. يناقش أنطون استقالة نعمة شفيق، أول امرأة تتولى رئاسة جامعة كولومبيا الأمريكية بعد فترة قصيرة من توليها المنصب. يشير المقال إلى القرارات القمعية التي اتخذتها شفيق ضد الطلاب المناصرين لفلسطين، مما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى استقالتها. يتساءل أنطون عن دور الجامعات الأمريكية في دعم أو معارضة الحركات الإنسانية في ظل تصاعد التوترات السياسية والعسكرية العالمية. نتابع. ما سيذكره التاريخ عن عهد شفيق هو قمع حرية الرأي والتعبير داخل الجامعة بإصدار قرارات تقمع مجموعات الطلاب المناهضة لحرب الإبادة. فقد منعت مجموعتي طلاب من أجل العدالة في فلسطين وصوت يهودي للسلام، متذرعة بدعاء أصبح شائعا منذ بدء حرب الإبادة في الجامعات الأمريكية، وهو أنها خالفت قوانين الجامعة. وحين أقام تحالف الطلاب في جامعة كولومبيا أول مخيم في الولايات المتحدة، وطالب المعتصمون به بوقف إطلاق النار وبسحب استثمارات الجامعة من الشركات المساهمة في حرب الإبادة، استدعت شفيق شرطة نيويورك سيئة الصيت التي اعتقلت أكثر من 100 متظاهر في أبريل نيسان من العام الماضي، وفصلت العشرات من الطلاب ومنعتهم من دخول الجامعة،
من المشاركة في حفل التخرج، وسيذكر التاريخ تلعثم شفيق وخنوعها أثناء مثولها للاستجواب أمام الكونغرس الذي قادته النائبة اليمينية إليس ستيفانك الممثلة الجمهورية عن ولاية نيويورك، واستعدادها لفصل أساتذة وأن تحيلهم إلى التحقيق لإرضاء مستجوبيها وجمهورها. المفارقة أن الصهاينة ومن يصطف معهم من اليمينيين والمحافظين لا يظنون أن شفيق دعمتهم بما فيه الكفاية. وأخيرا نستعرض مقالا من صحيفة الجارديان البريطانية بعنوان كيف تستهدف ميتا المحتوى الفلسطيني والمنشورات باللغة العربية. تكشف الصحيفة عن التحيزات في سياسات تعديل المحتوى لدى شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، مشيرة إلى تفاوتات كبيرة في كيفية تعامل الشركة مع المحتوى باللغة العربية مقارنة بالعبري. يوضح المقال أن سياسات ميتا قد تؤدي إلى إسكات الأصوات الفلسطينية وتضييق الخناق على المحتوى المؤيد لفلسطين، مما يثير قلقا حول حرية التعبير على هذه المنصات. نتابع. كشفت الوثائق أن شركة ميتا لا تمتلك عمليات مراقبة وتدقيق ذاتها في المحتوى العبري مقارنة بالمحتوى العربي. وأكد موظف أن سياسات ميتا التي تحكم خطاب الكراهية فيما يتعلق بفلسطين غير عادلة، وهو التقييم الذي ردده المؤيدون للفلسطينيين. وجاءت الوثائق التي أصبحت سارية اعتبارا من هذا الربيع في الوقت الذي واجهت فيه ميتا وغيرها من المنصات الاجتماعية انتقادات بسبب نهجها في التعامل مع المحتوى المتعلق بفلسطين والاحتلال. وفق الصحيفة، في حزيران يونيو الماضي أرسل تحالف من 49 منظمة مجتمع مدني وعدد من الفلسطينيين البارزين رسالة إلى ميتا تتهم الشركة بالمساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية من خلال سياسات تعديل المحتوى. وقالت كات كانر من الحملة الأمريكية لحقوق الفلسطينيين التي نظمت الرسالة: عندما يتم إسكات الأصوات الفلسطينية على منصات ميتا فإن ذلك له عواقب مباشرة للغاية على حياة الفلسطينيين. لا يسمع الناس عما يحدث في فلسطين، لكنهم يسمعون دعاية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. العواقب خطيرة للغاية وحقيقية للغاية. في تلك اللحظة التي سقطت فيها الصواريخ على مدرسة الإيواء، كانت الطفلة يارا تلعب مع صديقاتها حيث فقدت البصر والسمع من جراء الإصابة، كما قالت وتابعت في وصفها لهذه اللحظات المرعبة: وجدنا شظايا القذائف على وجوهنا، ما تسبب في جروح وحروق. وفي 26 من يوليو تموز الماضي تعرضت مدرسة علبون التي تؤوي نازحين في بلدة القرارة شرقية مدينة خان يونس لقصف إسرائيلي أسفر عن إصابة عائلة الغندور. وفي بيان سابق قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استشهد منه 1040 أو قتل 1040 فلسطينيا في نحو 172 مركزا مأهولا للإيواء في القطاع منذ 7 أكتوبر تشرين الأول عام 23 و2000، من بينهم 152 مدرسة مأهولة بالنازحين. ولأكثر من مرة ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر من جراء استهدافه المفاجئ لمراكز إيواء ومدارس وخيام تؤوي نازحين في مناطق مختلفة من القطاع، آخرها استهداف مدرسة التابعين في مدينة غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات السبت الماضي. نشاهد الآن الرسوم الكاريكاتورية.
وهذا تقرير من مواقع الصحف التي اخترناها لكم، تابعونا. أنا كنت طالع أجيب شهادات الميلاد الخاصة بالأطفال، تم ولادتهم يوم 10/8/2024 وتم استشهادهم في 13/8/2024. كان الفرق ما بين أطلع أنا شهادات الميلاد هذول والبدء في إجراءات الدفن وإجراءات شهادة الوفاة كانت أقل من 10 دقائق. كنت في نفس المستشفى وهو جاي الأسعاف وجاي كذا، ما بعرف إنه هو حامل زوجتي وأطفالي، فحسبي الله ونعم الوكيل. من خلال اتصال والله من أحد الجيران كان بفكرني أنا في البيت، فكان بده يتأكد إذا أنا بخير أو لا، لأنه أنا ما كنت موجود واللي كانوا في البيت كلهم استشهدوا، زوجتي وأطفالي وأم زوجتي اللي هي حماتي، فتم استشهادهم وكلمني فبسألني أنا وين موجود في هذا الوقت، فبقول له شهادة الأقصى. قال لي يعني أنت عارف إنه مستشهد، يعني الله يرحمه البقية في حياتك. فبقول له عن مين بتحكي أنت، شو بتحكي؟ قال لي مرتك وأولادك وقعوا على الطابق الخامس وكذا، وهي في مستشفى شهادة الأقصى. قلت له أنا هين على باب مستشفى شهادة الأقصى، فروحت فكنت حامل هذول الشهادتين الميلاد، كنت بستنى أن أستخرجهم على أساس أن أروح على البيت أفرجيها إياهم. فروحت أفرجيها إياهم بس مش في البيت، كانوا في ثلاجة الموتى كانوا فمكفنين، فكان نفسي اشوفهم، بدي اروح افرجيها هذول، فما رضوا يخلوني اشوفها. كانت واقعه على الطابق الخامس والامور اثر القصف اللي صار، يعني من شده القصف اللي صار. هم في قاعده في بيت ضمن المناطق الانسانيه، منطقه امنه مصنفه منطقه انسانيه، ما فيش امر لا باخلاءها ولا انه ما حدا، ما فيش فيها اي نشاط عسكري من اي نوع. يعني انا متزوج قبل الحرب بشهرين تقريبا، وتزوجت اني بدي اسافر، يعني المفروض اكون مسافر، بس سكر المعبر. اول اطفالي البكر. انا وانا رايح كان بدها نفسها كان في اكله معينه، انه هم كانوا منعينها من الاكل عشان قيصري، فكنت رايح اجيب لها كبده الدجاج، يعني كان هي بدها كبده الدجاج، فرحت جبت لها اياها، وبعدين قلت لها يلا انا بدي اروح اجيب لك شهادات الميلاد. يلا يا بسرعه، وانت هناك اشبك نت وبعت لي اياهم. فبعت لها يوم، هي ما كانت شابكة نت، فكنت ارن عليها ما كانت بترد، فتم استشهادهم. كان انه في هم، انا بطالع بعد ما طلعت من البيت بخمس دقائق تم استشهادهم، قصف البيت بشكل عشوائي من مدفعيه دبابه. هي دكتوره كان نفسها تطلعهم دكاتره تعلمهم برا، كنا نستنى المعبر يفتح اساس نسافر. معبر رفح، معبر مسكر، كان نفسها يكون فاتح انه هي بدها تسافر. حاولنا كثير يعني، سجلنا للسفر بس ما حلفنا الحظ انه يطلع الاسم، الحمد لله. شكرا للمتابعة والى اللقاء.